توافق. توافق نعم. وين التوافق؟ توافق الإصلاح والبناء. هو لو توافق إصلاح وبناء كان مر سيد محمد توفيق علاوي. شوف مو البرلمان ما أجى 108 مو 108 أنا قلت إيه نعم أستاذ أنا إيش قلت؟ أبو فيصل أنا قلت أول ما ترشح محمد توفيق علاوي قلت ترشيح المرشحين الجدليين المختلف عليهم إن كان من الشارع أو الكتل السياسية هو مناورة سياسية لكسب الوقت من خلال تمديد كل شهر بشهر حتى الوصول إلى مرحلة أنه لا يمكن بعد إلا أن تأتي الانتخابات بموعدها، مناورة سياسية لكسب الوقت وتمديد السيد عادل عبد المهدي. اليوم لو تسأل الكتل السياسية يقول لك إحنا بقاء عادل عبد المهدي أفضل إنه من أن يأتي أي مرشح آخر. وبالمجمل والعموم لو جاء من جاء لا السيد عدنان الزرفي أو غيره صدقني أخذ من عندي لن يكون هناك انتخابات مبكرة، لن تكون هناك انتخابات مبكرة ولن يستطيع أحد إجراء الانتخابات. بعد قبل كان الوضع نوعا ما شوية بلزمة، هسا عندك الكورونا وعندك الوضع الأمني والاقتصادي الصفر حضر الجوال لا لا الوضع الاقتصادي معدم نعم. وتريد تسوي انتخابات ما يصير هذا الموضوع. عادل عبد المهدي باقي ويتمدد وحتى لو ما توفق السيد عدنان الزرفي وجاء من جاء غيره لن تجري انتخابات مبكرة. طيب الآن أكو اعتراض من الكتل السياسية باجتماع في بنزل السيد الحكيم أول مبارحة، بالاجتماع طرح أنه ستشكل لجنة سباعية من عدد من الكتل ويذهبون إلى السيد رئيس الجمهورية لسحب ترشيح السيد عدنان الزرفي. الآن هذا السياق هل هو قانوني أم لا؟ من حق السيد رئيس الجمهورية يسحب التكليف أم لا؟ أو شنو الخطى في حال أنه تلافي هذا الموقف أو الصراع السياسي؟ هسه اجتمعت لجنة سباعية صار هسه قد تجتمع ما اقترحوا ما اتفقوا على اسم ما اجتمعت نفس الشيء. أما موضوع قانونيا ودستوريا هل يحق سحب التكليف؟ لا يجوز قانونا ودستوريا أن يتم سحب تكليف السيد عدنان الزرفي إلا في حالتين. أما باعتذار المكلف السيد عدنان الزرفي يعتذر عن التكليف قبل انتهاء 30 يوم أو تمضي 30 يوم دون أن يشكل السيد عدنان الزرفي كابينة الوزارية يعتبر فشل في هذه اللحظة وفي هذا الوقت وبالتالي ينتهي التكليف، أو أنه يذهب إلى البرلمان ولا ينال الثقة. هي واحدة من ثلاث حالات، أما يذهب إلى البرلمان ولا يتم التصويت على كابينة الوزارية تمام أو يعتذر ويرجع بالباص مثل محمد نعم عارف. وأما يعتذر من التكليف أمام السيد رئيس الجمهورية يقدم اعتذاره بالتكليف كما محمد علاوي أو أنه ينتهي 30 يوم دون تشكيل كابينة وزارية أو تقديمها للبرلمان.